السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جديدة وقناة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس، وبالضبط من أمام جامعة فاس. كما كتشوفوا معنا هادو مطرودي الوكالة ديال الطوبيس القديمة والشركة المقود لها تدبير قطاع النقل الحضري حاليا في وقفة احتجاجية هنا على مستوى الجامعة ديال فاس. كتشوفوا معنا هما باب الجامعة ديال فاس، أمام الباب ديال الجامعة جايين كيحتجوا عدد كبير منهم، كيقولوا أنهم باغيين التسوية ديالهم، رافعين مجموعة ديال الشعارات ومجموعة ديال اللافتات اللي كيعبروا من خلالها على المطالب ديالهم. وهذه هي المطالب اللي حاطينها هنا على مستوى هذه اللافتات، وبعد قليل غادي نخليكم مع التصريحات ديال المطرودين ديال الشركه اللي غادي، سواء ديال الشركه ولا ديال الوكاله الحضريه، اللي غيعبروا على المطالب ديالهم. وهاد السيدات هي من الموظفات ديال الوكاله او الشركه، غنعرفوا من بعد. يعني عدد كبير من عدد كبير من العمال. عين على عين عين. ماشي خلق الله منتدى السكان وحيما كنت منتدى وحيما عشت في الأوطار للعلا اقرأ باللسان بالروح بالجسد هب فتى نبى في فمي والمدن هوى كترى ونار في اخوتي هيا للولا سعيا نرشد الدنيا انه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك عاش الملك عاش بفضلك مولانا جود علينا تهلك من دغا وتقوى علينا بفضلك مولانا جود علينا تهلك من دغا وتقوى علينا بفضلك مولانا جود علينا تهلك من دغا كما كتشوفوا معنا هادو الشعارات اللي رافعينهم العمال ديال الطوبيسات المطرودين امام جامعة فاس. كما كتشوفوا معنا وسط استنفار كبير المفوض لها تدبير القطاع النقل الحضري بمدينة فاس، أو العمال ديال الوكالة السابقة. جينا عندك اللي واقفين أمام جامعة فاس وسط السلطة.
افتخار كبير كما كتشوفوا معنا متابعينا في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي رافعين شعارات وتوصيل رساله ديالهم. جينا عندك تنصفنا ويا عمدات المدينه، جينا عندك تنصفنا ويا عمدات المدينه، جينا عندك تنصفنا ويا عمدات المدينه. كاين انت متقاعدين هذه الشركه متابعينا، كاين انت المتقاعدين اللي كتشوفوا معنا، كتشوفوا معنا هذا احد المتقاعدين مسكين بالعصا ديالو بالعكاز ربما خدم سنوات طويلة في كما كتشوفوا معنا متابعينا، حتى المتقاعدين ديال الوكالة السابقة حتى هما حاضرين هنا. الشيطان علينا، اللافتات اللي كيعبروا من خلالها على المشاكل اللي كيعيشوها والمطالب اللي كيعيشوها. كاين حتى السيدات يعني كانوا موظفات في الوكالة، ربما في الوكالة أو في الشركة. المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري هنا على مستوى مدينة كاس. ولا حلول